ما تساءلت يوما ما شنو اللي يسمع الطبيب من خلال السماعة الطبية؟ شنو الأصوات اللي يسمعها؟ راح أخليك تكون مكان الطبيب وتسمع كل شيء يسمع الطبيب من خلال السماعة الطبية. جاهزين تسمعون دقات القلب؟ تعالوا. هذا جزء بسيط من الأصوات اللي يسمعها الطبيب ويقدر من خلاله يشخص المرض. منه مفكر يطلع طبيب مستقبلا، ومنه كان يحب هذا المجال بس ما صارت له فرصة. شاركوني بالتعليقات. سلام.